الأبهر نازل في الفصاعة. طيب الأبهر بطني نازل. الأبهر بطني في أبهر. هو بس أبهر بطني، ما في أبهر بطني نازل، بس أبهر بطني كذا. لا أبهر صدري، في أبهر صدري صعد، أبهر صدري نازل. أبهر بطني. أبهر بطني شكل فزع. لا عيون. حجاب. أذنين. كفر. كفر. كدري 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 كدري. عنجد دكتور ايه المعسكر اللي طلعت المعسكر يا مروان شو متضايق ولا لا تتناقشوا مع اي حدا في صاير في قناتنا جدي ايه كمان يعني مش عين طلعت انت تعبت هلا انا ادنيه لا قبل ادنيه بعد ادنيه قلنا الالف مستوارد معدة ايسر تحالي وكبد مصاري قهوي سيجارتين الاصابع اربعه ورا اربعه قدام عفوا واحد ورا الابهام ورا فرع خلفي واربع فروع اماميه فرع خلفي واربع فروع اماميه للشريان الكبير حلنا الثدي القنتي منزلي السره مصاري السفتين الشعرات هون رح تنطور في العصافير اكثر فروع قطنية الدنم عجوز ناصر وعنده ثلاث حوافر حرقه في خارجي وحرقه في داخلي خارجي فرع والداخلي فرعي أمامي خلفي أو جداري وحشك يعني كل فروع الأبهار تنطبق عليه قاعدة المفرد الحشوي المزدوج الجداري والمزدوج الحشوي المفرد الحشوي مصاريق العلوي المبلش الزلاطي مصاريق العلوي ومصاريق المزدوج الحشوي كظري قنتي وكلوي يعني ممكن نعتبره مزدوج حشوي او مزدوج جداري باعتبار الكليه على الجدار عندي الحجابي الكلوي والفروع القطنيه مزدوج جداري مفرد لتاحت هو الناصف العجز الناصف والاجرين هن الحقوقيين مشتركين كل واحد يعطي خارجي و تمام دكتور الكلوي هو الايدين والكبد الواحد ها الكبد الايسر دكتور الاصابع اربع فروع كلويه للامام فرع الخلف ماسكين الحاله الحاله بيكون بين الفروع الاماميه والفرع الخلف بكره بتاخذوها بترتيب عناصر سرد كليه من الامام للخلف عندي راسه الصنبه بكره بنشوفها مع الوريد الاجواب الوريد الاجواب الوريد الكلوي بيكون امام الشريان الكلوي بالمقابل الوريد الحرقفي بيكون خلف الشريان الحرقفي الأشرار من الفروع القطنية على الشريان اليمون طيب الشوارب شو كان؟ الشوارب؟ الزرق زراقي الشوارع هل ألف شو؟ جزر زراقي هل ألف الشوارع هل ألف الشوارع مع الأيسر حالب وكبير تقيم هون الإجرتين وراء والإيتين الدم إلى أكثر من تشبيه لاعب كرة القدم بيفركش الثاني وإيده ورد أنه أو شو اسمه روز باي تايتانيك يكون واقف قدام السفينة هيك وإيده لقدام الفكرة خدوا بالكم إنه هل يعني سريرين كثير هامة ملاحظة إنه الوريد هون ورا والشريان هون قدام الوريد الكلوي أمام الشريان الكلوي والوريد الحرقفي ولا شريان ولا شريان خلف الشريان يعني بالعكس تمام تمام يلا يعطيكم العافية السبت إن شاء الله شو بدنا نحط السبت